نحن نستعد إلى أن تطلع مدينة غدامس من لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر وتعود إلى اللائحة الطبيعية، وكذلك نعد العدة إلى الاجتماع الصين من أجل إعادة موقع صبراتة ولبدة في مرحلة أولى، وبعدها موقع شحات والموقع الأكاكوس. فكل الملفات هذه المواقع جاهزة فيما في لجنة التراث العالمي، واشتغلنا عليها بشغل حثيث. والأزيد من هذا أن استطعنا بفعل قوي أن ندخل 3 مواقع جديدة إلى لائحة الانتظار. حاليا الموقع الأثري في أحسن حالاته، ومع أن النزاع المسلح الأخير أثر فيه حقيقة إلى حد ما، وكان ليس مش موجه بصفة عامة، كانت تشكيلات مسلحة تقاتلت مع بعضها، إلا أن بعضهم جنب الموقع يعني كثير الإصابات، ولكن أصيبت بعض أشياء من الموقع. لكن في المجمل الحال الموقع مصاب بصفة كاملة، لم ينهب منه أي شيء. هو حاليا محط متابعة كل الجهات، فعلت الشرطة السياحية بكثافة، اليوم الشرطة السياحية تشتغل في كل المرافق الكذا الآثار. الموقع حقيقة يحتاج إلى شغل، مازال في بعض ترميم بعض ما حدث، إنما حاليا حتى برنامج اليو ان دي بي اللي يشتغل على تحديث بعض المباني المتعلقة بالموقع الأثري على قدم وساق.